نلاحظ أن العجز الاكتواري كان في 2015 7 مليار ونص، اليوم صار العجز الاكتواري 14 مليار و38. فهذا يخلينا لابد أن إحنا نفكر شنو وضع الحلول أو شنو الإجراءات اللي المفروض أن إحنا نتخذها لإصلاح هذا الوضع. طبعاً الخبير الاكتواري عطانا عدة توصيات. أولاً قال لنا أن تعاني صناديق الهيئة من صعوبة الوفاء بالتزاماتها المالية والمستقبلية وفي المستقبل القريب، الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع بتطبيق الإصلاحات. النقطة الثانية، يجب تطبيق الإصلاحات حزمة واحدة، لأن اليوم إحنا إذا حددنا بناء عليه تم دراسة اكتوارية كيل بين 3 سنوات على أساس أن إحنا نشوف الملاءة المالية، هل إحنا قادرين على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه الخاضعين للأنظمة التقاعدية، ويعطينا الحلول والحلول اللي من شأنها تمد من عمر الصناديق التقاعدية. عجز اكتواري اليوم أصبح عندنا عجز حقيقي في سنة 2012، ولو تلاحظون أن شلون المصاريف قاعدة تزايد في الفترة الأخيرة عن الاشتراكات اللي موجودة، الاشتراكات تقريبا شبه منتظمة ولكن المصاريف قاعدة تتزايد، وهذه ناتج عن زيادة عدد المتقاعدين. لما يزيدون عدد المتقاعدين كانت في أسباب لزيادة عدد المتقاعدين، منها مدد الخدمة اللي يستحقها الموظف عند التقاعد.